بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا مجلس يجري إمامي أحمد غزالية بسيارك ببرز وكريت كابرايك الزور يعني سير بسيارك يجونك وخل مجلسي وعزة دانشتوا حتى احتمالي زورة بيدن دانشتوا حلقه ذکر که مثلا لنا مجلس اون قصی نکرد ظاهر واده رکه کبرا نامی که بو نیره ورقیه قاله کتب فی بعض الرقاع لما لا تعظ پرچه ورقیه که بو چو بو چی همش گرگ ناکی بو قصه ناکی کبدا نشت قال ماذا اصنع معک چلی هم یعنی ذكرتك بكل ناطق وصامت ويقصب ويبيدني بي من هر قيخان بي يعني أم بيدني من أجل عقل دبيت قصي من هيك يعني بو شيت بيكم كي عقل وما أنت بمسمع من في القبور بس شيف كي جون خواهي قراء فرمي ببي غمري خواه صلى الله عليه وسلم تو ناتواني أواني ناو قبر قصيان في بجنفيني بكيتي جوانا يعني تو مرديت تقول أقصى حالي نابي من بيدن يجب مقصد يعني بس شوف كم يعني هل قلت بس دنهم بيت صمام الصمم على الأسماخ وغشاوة الإدبار على الأبصار بل قلوبهم في أكنة تو سرقابة يا أنا بطل شوشانة مثلا اشتيخي دنابي أعلم لا يخوى على الصمام يا ما هو الصمام سرقابی کری هوا بان کنی گوچک تو پرده دراو ده سر چاو تا پرده پشت لخواه کردن نکر اما خواه گوتنی قرآن گوتنی قلوبهم فی اکنا دلتان لناو حجابه لناو پرده های قصب کمچه قصنه کمچه اگر تو کسی بی پندور گیری لو بیدنگیش پندور گیرید لا يغرنك ما ترى جارجار لو ايش تكد بيني بيت بحساب كشف مشاهده يكد بو بدريش مغرور نبي بي اذا هاجت نفحات الغيب رفع الستر فلمع ذلك البرق وعود الكفار والقرآن يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ليس ذلك لك ذلك سأم الوقت أين أنت من نور تهتدي به متى شئت لا بل علتك باطنة لا تعالج ظاهر أما يكدو غلطي كرداء أحمد مجاهد أخوة خير ابن وزيلة كتبا قال إسلينا أنت رشتي تردية بيش وغلطي زور سير خوي لمقدمة جيه جد أم كتابي بردزي توا أعنابي نبوة يعني فتح ومعني نبوة خوم دام ناوا تأكيد شم غلطي هاتي هاتي بيت عجائب نبي اجرشتي تيابو تواب نبو قد شاكي كا يخوي هستي كردوها بلام هني غلطي زور زرون نابوا وابوا لا ترجمة كيش على يوي اي بيني جار جار اگر نوري كشفي مشاهدين اكد بيني بي مغرور مبا چونك كاتي شنباي غيبي هلكا ستر برزة بيتوا برقك بلاشيك درکوه روسکه یک ادا کافری لسر را تیرید طبعا نوی احمد مجاید و نزید و عود الكفاری لترجمه گیش هن نیزنید چلی اقصی کرد حج معنی یعنی عود الكفار یعنی و عود الكفار گره اوائی نبکه یعنی رای نینه چون آیتا که دیار دوائی چیشید فرمی قرآن فرمید یکاد البرق یخطف و ابصارهم بلاشه و روسکه خریکه من منی منافقه گیان تو جاجر ایمانی تو از درک یو دوباره هم دنیا لی تاریکه بیت بر چای خو نه بینم پر می خری که بلاشه هور یک بیان درک خری که چا نه با یعنی اون دنیا روشنا واکا کله ما اضاء لهم مشو فی هات تو برچان روشنا بیت ارون بیر برچاو بارانی کی زور زور شوا انگوست چاو کبره گیر گنا زمو کی اورات سب کنه چال کنه لپرگا جاجا اورات شقیه کدا ب وميد يهور تريشقا هنگا هنگا ورادة برو بحساب وإذا أظلم عليهم قام
هر کد دوباره او ربرسگ نامین دنیا تاریخ گل شون خان رب آسون نایر نویج لایک ابرون لیس دالی کل اگر نوری وادی و نزنی او بود تو شون خوا کافر راین سری لیتی که دام شور شرکا در وای او نورانه بینی بس بود سر لیتی او نور چی سواده یه بود تو ذالک سأم الوقت خو بیزاری ها گید گیانت نه او تان نبیل شون خود ترسک نیشته بکر علاج خود که نو تا روشنایی راسقینه به بروید پید نشان داو نامینه پید نشان داو نامینه بس بوی توش ملیل که پیزار تا از عجبید ذالک سأم الوقت این انت من نور تهتدی به متا شئت ابی وابی نشانی پرسایی دانا ام این انت من نور تهتدی به نشانی پرسایی دانا متا شئت نشانی پرسایی دانا نابی وابی اجت کوال لکیو تو نوری که دست که وید که هر کدویستد بیخی تا ایشو برچان خودی بیا ببینی نور هم یسعا بین ایدیهم و بی ایمانهم اما نورا او بو تو ام بلاش برقا بو کافرا اما نوری اگنی دلی بی خوشی اینجا علیلا که جای تو درد تو قلتر که تو لیمان زده همشدی بو تمی من نگه بو همش یعنی من نگه است که اما هيني أهلي قال خالد لا بل علتك باطنة دردي توالي ناو لا تعالج الظاهر ودعا مقر لبان بينك تشاجكي سمعت أم زيدي سمعت أم نسلم سمعت إن الشافعية وأحمد كانا جالسين على طريق شيبان الراعي بستوما خشير جباسي قام حكاية بستوما امام شافعي و امام احمد كوري حنبل دانشتو نسر ريقي شيباني الراعي شيباني الراعي كبولو بياو تشاكاني كصفة الصفة ومانج يعني باس كلاو لحلية الأولياء انزاني كعشائري فقيري تشتكيبو بلان ديواني حق نازو بشيطة ديواني كان ديواني هنهن حكيم حكماء المجانين إنا لنا ابن الجوزي على دانش تقول لسر رجي شيبان الراعية فجاء شيبان وهو مجنون شيبانات شيته لظاهرة ديوانه مشوش الظاهر سر شكل طبط وزيار معمور الباطن لا يعودان منكر في الأرض معروف في السماء فزي أخو حسابي بينك لنا ساو بس لا أخو حسابي كيابو قال أحمد لأسألنا إمام أحمد ودي شافعي ودي مشاد بيسبرسياري كيابك قال الشافعي لا تسأل إمام الشافعي برسالي لمك فرمي برسالي لمك نحن في واد وهو في واد يعمل دولة كانت أولا دولة كترى اللي قرر لا شنك هاتوا للرواية قام نسناكم أحمد طبيعة وابو بيه أحمد بيه فرمي إمام أحمد شاد بيسا برسالي قام بيبسل منهم كما جايل هاني قصينا قال أبرات لجاتهم قصة صوفي وعارفان أنا أبرات وزفيري فقو شرع به الله منا أحمد حزكا پرسیار که بوی لفقه باطن اشتی ورگیر یا مخاریکین قال لابد ان اسأله تنا الا ابسائل ابکم قال افعل امام شافعی فرموی دی ابسائل ابکم احتنا پرسیار چی لیکی قال له ما تقول في رجل فاتته صلاة من خمس صلوات يوم وليل لا يذكرها كيف يفعل امام احمد و تشیبان پرسیار اکمه کابرا یک دلنیای نیوژه گینه کرده بس نزنی چی نیوژه گیتی لپینج نیوژه گا زنی یکی فوتیا لیتی یک چون نزنی کام نیوژه فوتیا چی بکا طبعا لبین شاری حالا و فتو الفقهای ای یعید الخمسة لی یخرج من الشکی لی یقین فقها علی نبی هر پینج دوباره کاتو نیوژه بیانی نیوان رو عصر مغرب عشاب هر کامی بوهی لشک در چه بو یقین قال شیبان شيبان زيني كرت قال هذا قلب سيء الأدب أما الضلي كذلك آدابي عبادة نازانيت كدرته المعاصي وسوده صدأ الذنوب يدخل في كور نيراني نيران الأسف واحتراق الندم لعله يرجع أما نيجب دوبارة كل نوتي سفاديه كذلك أو نور بنزانيت نيجي وقوان كده وبأدبها من ناخي بنامه گناه لیالی کرده جنی تا
تاوان روی رش کرده دلی رش کرده اما بیبچه دناو کوری آگری اصف خفت خواردنو سوتانی پشیمانی و بشکو بگره تو بری خواه فوقع احمد مخشیان علی اعجبه کلامه نیشو غلط شدی کلامه یکسر امام احمد برای و اونک سگه تأثیری لسر بود و امام احمد غزالی خوی علی قلوب صافیت اذا قرعت مسامعهم حکمت یهفو بها طلا انا اونه پاک بو که حکمت ایدا برگیوانا کود شیقی لگیوانا لسان یکسر جورگ لشادی جورگ لنشوه یعنی گرد اکود نحاله کو الفقیه یقول اعد خمس صلوات فقیه جید فقی ظاهر پیش نیوشه دوباره کرو و هم یقولون عالج نسیان صلاة اهلی دل یجن کرد تو بیرچونی نیوشه قیلاز درد للای اترو اصلا با نیوشه بیرچو او درد اصلا کامل بیرچو واز دی بیرو بول بیرچو لا تنفطر مرارتك ونسيانك انما هو مرض القلب عالجه والفقيه يقول اعد زين ما بام نكبتي تا نسياني خوته ومشتانا شلون بيجا فرتبلا مكرو والدردي ضلت علاجك كتجيك اي فقيه جد باركر دوبارو بانيم نبير مج يا مسكين البيت خراب في باطنه أنا ينفعك تطين السطح ما الرمي خانو قد لناو داتا بيه لناو مارد بيران بو لبانو قرشي دو سواقي چيه في قرشي دي دباني لا بل الجوع والبل الجوع والسهر يرفقان القلب برسيتي شو نخوني رجو بكرا شو نوشك بو يدغد نرمو بي فإذا رق وصفا كناسك بو نرمو باك بووا علم ما بين يديه كيف وقعنا اليوم في فروك او كاتا ازاني تشيلي بيشات ازاني تشينيو جيكيلي سر تشروجو تشيلي دس نا تشيلي دس الله يس ايميش اما كنت نزل ادج منايتي ولنا حالك لمعركه عين عين شر اول ما نخماني طلت صافك مش تبيني يس جابيني كاينه تشي دوخك الا فسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا وقد أمكن الجهر فبح باسم من أهوى ودعني عن الكنى فلا خير في اللذات من دنيا ستر شارك ابو نواس بمدري ميم بدري وبيمش بيجم ميا ودزي وممدري ما دامت واني واشكرا بيدي بودزي چپا چپا واشكرا بيجم ها عرب ها مي بخو فبح باسم من أهوى كيم خوشغرق ناوي بيرا ما ترسى لا چيه ترسى ودعني عن الكنا كنيا و فيجو بليج وكار مينا فلا خير في اللذات من دنيا ستر لذات بشاري تو دزدزي خوش نيا عاشقنايك تو درد تا عاشقنايك درد چيه الشبلي جن في آخر عمره غيرة على لعن إبليس لما خاطبه شبلي لدواء دوائي تمنيا الشيط بوبو لغيري بوبو لإبليس هر ناو حزين ياك اللي عنا تشكال الشيطان خواف اخسي يا شيطان ما طبعا زور غلطي زور فضيحي كده أحمد مجاهد لدوسينا كده سيدي الشبلي جن في آخر عمري غيرة على لعن إبليس لم يخاطبه لها مجايجة جف الأصل خاطبه بوتي كده لم ني اللي ما أو سوديتي لم ناجد صرف علي ماضي لما خاطبه خواه بخصي لي أمل عناك حزيناك ناو بيزبيري ولا عناتيش كوتا بيري خواه خصي لي أمال كرده غيري فنودي يا شبلي خطابك الرباني نقلك الرباني إلهامك بوهات شبلي أسمعناه ولم يجد لذة السماع مقسمان دا جوية بس تشيجي لقصاني من أبيني لأنه سماع صد لا سماع قبول هو هو بيش درج ولا مدرجاه هو يا بيش دني قبولنا بقصة كردنا بقصة اللي أبو كيتات وخفض قصة ما بيك ده بيش قصة ما لقال أنا قصة ما بيك غير أنا ذكري أو الضلاب يوستي بابو باكر نوعني كبشتنا أو جو يتر لما لا تعظه ما عظ لها مش تورك
دعاية قرأ القارئ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قارئ قرآن يخن أم إيه بس برسالة يبقى وعساني بينا جبار بس قرآن يخن لبردمية وآيات يخن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إيش دو سيكس يتشبناكن إلا أخوات شوارم يعني قال بارك الله في طلاب المجالسة قد حضر الطيف خبرت خالد دسي وبالاي اوانو بك حزان لمجالسه مجلسه يذكر لبالو باسي خوابكي ميوان هات اوان دين خواش بني وانو حضور بياكا يا موسى طهر لي بيتا اسكنه فاني اريد ان اجاورك لحديثاتك خواف موسى فرمو مالك بو باكرو مبمها ومالت فقام وقعد واضطرب موسى هل صاب مشروش بو چيبكا خواهم چون پاییم چيبكم قال يا إلهي كيف ذاك چون اشتوابه فقال يا موسى إذا ذكرتني بقلبك فقد جاورتك اگر لدلو يادم كي تم مدراوسيت أقل أحوالك إذا جلستم اثنين أو ثلاثة ينبغي أن لا يغتاب فقد قال وإن عليكم لحافظين كم ترين شتان اوهيك الدواء نسيان خربون غيبتنك البازي كسلنك شونك اخوة فرمويتي من بارزرم نسل ودانا وهرچيغن توماريكا وقال وهو معكم خويل قلتانا اينما كنتم لهر كوبن أليس لو حضر المغتاب لراقبته وخشيته غيبتك او خوي حاضر بيد ورياي دم خودنيت لينا ترسي فقد حضر ربه خواهی حاضره خوانگی لیره خوی نی خوانگی لیره بخصه بیم یا مسکین ای داما الحیاء من الایمان شرم لایمان من قال انا مؤمن ولا يستحي من اطلاعه فهو كاذب المنافق ارکل بیجد من ایمان دارم شرم نکالا وی خواهی داره چیه که دروزن منافق إذا غلبتك نفسك وأقبلت في خلوة على شهوة أجل نفس الزال وبسرتها لخلوتك لتنيائيك رد كد الشهوة حزيك فإذا رجع الإيمان وعاد عقلك اقبط على شعر وجهك والطم على خدك أجل لو لحظة إيمان ذاته شو أخوي عقل ضلت عقلي عقل ذات جي أخوي بكريش خوته ريش خود بقلب بدل خود زلي بدل خود چيه كي وقل يا مدبر بلاي پشت لخواك كنت تؤمن بالطلاعه أم لا إيمان بخواد بنيانا إن كنت لا تؤمن فجدد الإيمان أقب رواد نبو كافر بتا إيمان بينا تازي كارو وإن كنت تؤمن فجدد التوبة أقب إيمان بخواد بني التوبة قد دوبارة كارو وعد دام زوانك معاشر المسلمين كور إيمان داران قلي إيمان مسلمانان اطلبوا قبل أن لا تجدوا بقرين هولدن دا خواز من دسخن برلويد نميني سمع أن بعض الأولياء اجتاز بمقبرة فسلم وبعث إليهم من كلمهم فقال لما لم تقولوا عليكم السلام ماشي يغزور غلط ترجمة كذا أحمد بن جاهد الفارسي كابرايا داي بستو ما كابرايا ايك الأولياء داي بلاي قرسانك سلام الياك السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين مردوك زوانا خوشيك خواف رشتيك نار بلاي أهل قبر فيعني بجو كابرانا دانو بيش عليكم السلام قالوا يا مسكين وديان فقير جيبك هذا عليه ثواب ونحن ممنوعون عن اكتساب الثواب جواب دانو السلام خير إما تعز خير دس من الدنيا بره خير ما نما تاو خير ناتوين خير ناتوين جواب سلام يبدين وزن كخير يتعي معاشر المسلمين اطلبوا قبل أن لا تجب هولدا دسخن هل تشتان دس برلو ينميني خير ناميني طبعا روجه قدي كيتر كابرا عليه
خواه بس مگرن خواه لولا حرق قرم نية كلا كلمة هي قائلها قصيك أبو خويك خواه يرجعون بمقرن نية برلوي وابيب كينا والخمان يا مسكين أي داما أي هجار أي فقير أنت لا تخرج إلى مكة إلا بزاد تو درناتي لما البو مكة ريبو حج إلا تيوشوي لقل خطابي زادي كي چون دي سنة إن شاء الله يعرف يا غلط بزاد تفضل للخروج والرجوع أول يا خطابي وي زياتنا لو يبش أمسر وصرت كاونا هاي لو والله واشد بوي كابي أرد مثلا إسلام زمانة زادقت باري يا خطابي اشتسيني تأكيد يمسر وأوسر جيجا لو باري داوة كابرا أبو عمر مثلا شوى ورقة بس حوتشت ورقة دورقة لي خطابي وزيادة باش هردو سرتك هل أمنت الموت الأمر دين أميني سنعمريت لا والله أميني أين الزاد تجوغت تلي غضال اقبض على شعر وجهك بكرش غتا واضرب رأسك على الحيطان سرد ديوارا سر خود ديوارا قل الموت الموت هربجة مردن 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 تتنبه قل يا وابيت فإذا صدقت نفسك بالموت أقرب قيانتا ويد نفسيا باورت كرتو أمري كزور بما باورناك حل خود وسطك عالم أمريت ونامريت بو يغلق هستت كر باورت كر بويك أمري دعاية اشتانما بداية هي قل الموت الطريق بيجا مردن خوف ورنير مردن ري أين الزاد تيجا قمك وزاني ممرم خوف أصلا واني بس بزاني ممرم تيجا قمك ثم قل دعاية بيجا وخوت بيجا أم تيجا جاوازا ثم لا تحمل على الظهر أم تيجا لسر بشتالناجري بل تحمل في القلب لضلت عليك تيجو قد بخدلت من مات على ذكر الله أركز بيادي خواه بمريو دائم خواه لبير به لها مشتكى يقبض ديانا ويحشر ريانا وك حاكم وك باشر حيكش وبر ريزو شكوا بتيراوي وباراوي وشادماني شو حشرك باكتني باعتزاز وابريك وفول جوزن وابريك نتشي ترسي كابراي نامي تري بونوسي نكبتي بومزلام كتب في رقعة قال الله تعالى هذا يوم لا ينطقون نامي كامي بوهات خوالا شوني كافر ميت هذا يوم لا ينطقون اما الروجي كاس قصنا فزيانا دم درناج وقال في موضع آخر لشوني جترا فرميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون دواتر هموتان لا إخوابي بشر قالتان هون يكشي قصاك أما تشون أبي من تجيكني لقرآن قال قد نهيتك غير مرة عن طلب التناقض بين الآيات فإنه نفاق شن جا بيتان موت بيت موت آيات مدى شغالي آيات عيني منافق عيني منافقي نعوذ بالله فناقر مخوا طالع الآيات بعين الإيمان والتسليم قرآن بخيونو آيات قرآن بخيونو بتشاوي إيمان وملكتشيو فإن أشكل عليك فالأمر يسير أقر إشكال دو دروز بزر أسان كادك إيمان تجول الزور باش زاني مسألة شيء بس كور بيت نفاق والمنافق قد ندون قرآن حالي قد بخيونو قرآن بودرك قرآن بفعلي بإيمان تبه أولا خود بخلطيني كإيمان تدرقاي واد بوكريتو اشتوابيني لقرآن عجب سيريك اليوم تنطق على مرادك إن شئت كذبت وإن شئت صدقت تو إمرو الدنيا بكيف قد قصار أما في أدري النطق أما ينطقه هوسد بالدروق هوسد بالراسك أما النطق قصاك وذلك اليوم لا تنطق باختياري قيامة أخذ قصناك بتي النقص قصت بيا درك فزل دمد خود هجنا جوز تنطق خصومك وهي جوارحك
دسپات قصه پیست قصه جوت قصه که معنی دشمنتن آواه عند رب متقسم او نطق خود قصه بی گشتی دجوت قصه باز خودی فزنگ یقول لسانک زوانت پیتیجه زوان خوی لیه خوی دروی کرده لی ما کذبت بی بو بهویم با من دروت کرد ولی ما اغتبت مسلمان بی بو به من غیبتی مسلمانی کد کرد ولی ما فعلت ولی ما صنعت بوات کرد بوات انجام ده فهو شهادت الخصم علیک لا نطق عنك اما شایدی دشت دشبتو دشمنگا شایدی لدشت ده سکالا کرده نک قصی خود بی لا ينطقون تواوه هذا هو المعني به ولا تناقض بين الآيات أما معنى آيات هيج دجيك لآية ثانية سيمن منك لعمري أنت في غطاء قسم بخوا سيون بخوا طولنا برداي برچاو بحجاب برچاو تي كرت تضرد نخوش هر كسي بيان برسيادة كرت إذا كشف الغطاء برح الخفاء بس بردلا بدري هرچي شاراوي هنا منت ايش نشارة ايش تبيني تلك الحكاية لعلك سمعتها شروعك يجي بيجي بيستبتت رجل أعمى دخل بيتا وهو يتعثر في عماه تارة على القدر وأخرى على الإجانة كابراء كور شو مالكو باية شو يكال الرئيكتنا تاقودم القازانيكا تاقودم القلدانيكا تاقودم البيالو قلاسيكا قال لما لا تنحى هذه الأمتعة عن الطريق تيمان بولم صر الريلان أبن قيل أنت أعمى لا تبصر الطريق وإلا فكل شيء في موضعه تكورين أبن الريبوان أقول قلشت على شون خويا تربعي تملا معنا آية القرآن قلشت على شون خويا تكورين أبني وازا يمدجي أو نيلا شون خويا أم خوا أبوائي تشاوت كرو قلشت على شون خويا أبني مال منظمة نخوشي لخوت كوري لخوت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن إيما القرآن نشتانك دابا زينين شفاء ودرمان بكزان إيمان دارب ولا يزيد الظالمين إلا خسار كذي كذي كوري ظالمي ظلم لخوكري بباور بهو القرآن بس خسار من زيادة القرآن بس خسارة بظالم زيادة نامت معي خير اقرأ القرآن بحزن للرواية هاتو بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي إن هذا القرآن نزل بحزن ابن معجر رواية كده أم قرآن بخفضه دابز فإذا قرأتموه أخرنتان فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا بقدين أقول نقري عن خطام خان نقري عن دوخيك بنوينون أين الحزن تو قرآن أخواني وعدا مدريش أكوا خفتك أكوا خفت قرآن أخواني من لم يتغنى بالقرآن فليس منا أركز تغني سوزك بقرآن ونكا ليمنية طالع همك وقلبك شاية بيجي روا فروشي وهمتا بير لايشي سيري ضلطك إن كان همك الدنيا أقل دنيا هميتويا فما لك في الآخرة من نصر أو أنا بشدني القيامة بنص القرآن دقي قرآن ما فرمي آية جي سورة الشورى آية بيس فرمي من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه أركز كي ألقي آخرتي كريك بي زورتر يديني لحرث جي زياتر يديني ويكي الله زياتر يديني ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها أركز شاوي لسان مزرع دنيا بي ليه ديني بشك ديني الدنيا وما له في الآخرة من نصيب وما من القيامة أوني السورة بقرة فرميت ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق كسوايا جغوايا لم دنيا اشتاك معنا ليه باش معنا أول بشي لقيامة نابت أمشى فرمي طالع همك وقلبك إن كان همك الدنيا فما لك في الآخرة من نصيب طبعا أريد قرأك قر وسر وإن كان الآخرة أجر هم ضل الآخرة فطوبى لك ولكن لا تطمع في السلام في روزة براوي
بەڵام بیتروەتە مای سەلامەتی و لەش ساقی و کەیف و تەندروستی نەبیت و ئەنتە تەتمەعفی عەزائم الئومر تۆتە مای شتی زۆر مهمی چۆن گەرەکتە بگەیتە شتی مهم و ئاسانی و سەلامەتی دەست لەژێر سەر فإن عظيمات الأمور مشوبة بمستودعات في بطون الأساويد شاعر الله شتي زور مهم شتي زور قورة آمانج قورة برز آم يتكراو آم يتكراو اللقل أو شتاني كلناو زيجي الرشمار واجدياتان لأنه قلق دا تزقيد شتي مهم أو بشتناو دمي مارو قانون قوائم كل غانية هن همو جوانی هنده همو خورازن الو یک هنده فرقی نیه هند حستال هند هر کس جوان بخویتی معشوق ته و کل واحد من بنی آدم بصدد ان یکون آدم فیجتبا و یصطفا و ابلیس فیطرد و یلعن همو کسیک اما شستم علا دی غلط ایاتی همو کسیک لبنی آدم حال کوششی اوی هولا دا خوی بزانی آنه غلور اوی بو اوی ببیت آدم تا خوی حالی بجری و بو خوی جای کاتو ابلیسو غلطه گره و ابلیس یعنی ای یکون آدم و ابلیس ایجی جانه یعنی ببیت ابلیس بوی ترد کری و لعنتی لیا بکری علیک بالعبودیت فعند ذالک تستطلع الى سماء الربوبی لسر تبندیت خود کی او کاته چاود واقی ابرد آسمان ربوبیت لعمري عناية سابقة هي بدر السعادة هي بدر سعادة الأبد وقلة مبالاة سابقة هي بدر شقاوة الأبد سوين بيت يك عنايتي بيشتر كخوا عنايتي كي لقل تاكر دي بيت توي بخت وريها تاتايت يك كمي مبالاة يك بيدر بس يكيش كلا أبالي في أي واد أهلكتو یک توزه به مبالات و به دربسی که پیشنیشه که بوده توی بدبختی هده تایید ولیکن انت علامت و بس بزانه خود نشانه اوی بزانه عنایت لگل یعنی چه تیل دست خود های خود یه سلمینی شایل عنایت یعنی شایسته به مبالاتیت قبل ان خلق آدم و قبل ان عصا کان نعت القدم یعد له سفینه الاجتباء لنجات الابد بر لوی آدم دروس کرید بر لوی یاخیش بی نعت قدم صفت قدیمی الهی سفینه حلب جاردن و رزگار کردنی بو هتا هتایی بو یاماده کردو ثم اجتباه ربو تو آتر خواه حلی بجارد فتاب علی اینجا لی خوش بو و هده اید آیتی ده و ذالک المدبر قبل ان خلق او شیطان پشت لخوا کرن بر لوی دروس کریه کان من الضانی لگو را گم کان من الضانی اکافر گم ما شأنو ما بو وابن ما دکه انواعی یعنی هر شایسته اون هر بی وابن تقدما الى صراف القدر هر دویانات بولای زیرنگری قدر فعرضان اقدهما على محك پاری خویان زیر خویان خسته بردس محکی زاخایو کات سره و هو المعصیت و الطاعة آدم گناحی و المعصیت شیطان طاعتی و حوصد هزار سال من سبوح قدوسه هذا المدبر كان زیفا فرد الى الكور سینا اگرم آلتونی ما خلطه ما زرد کفران داناو کورکو بو باشتر بکره بشکو زیر بکنه زیر بکرن رداناو جهنم وكان ذلك جيدا بس أوفق لك أتوب تاوانو سيناك ما دقي أصل باك فرد إلى خزانة الملك كرانا نبو خزيني باش أعطونا أصلي بيو نبو خزينة لا يتبين فضل مركب على وجه الأرض سواري كسواري بمجاران أسبوا بجي سياري شوية ديارني سياري باشي آخرى إلا من الصعود والنزول لها ورازن شيوة دركو كيشي جنام سواريه لمزه یو تخته کشی و یک وای برو بیده و شاخه در اکرد از پاکت یا سیاره کت مکینه و همون بز مرز میچونه و الا اگر نه اذکر الله حتی یقالو انکم مرایون او نه ذکری خواب کن تا پیتانی جن ریعی بازن من احب شیئا اکثر من ذکر و دست خود نیه
هر کس کسی که خوشگرک بود شده که خوشگرک بود هر حضر باسی هر زور باسی اگر خواهد خوشگرک یادی بکو گیو به هیچ کسی مده چی ایجید بود چی ناید که برای وطنی قلب صغیر لا تحمل من لو زیادر تحملم قطعنم نیا وان رحم مالی بگا دلمان لنفاق پرسیاری بیتام لقرآن بپارزه واقعا او شته امامی محمد غزالی درکی کرده و رک ازانه و کابره نخوش بوی پرسیاری به معنی که واقعه که لحن پرسیاری جدیاره کسی وای بفعلش تی بوته اشکاله و تا ایجه اگر اشکال تی احسانه با جواب دمو بس هست تکام اشکال لای دروز نبوه یعنی هر گره که دی اشکال دروز که خوی زور معنی وایش یعنی جاری و آیت اگه خونی پرسیاری که قواعدی بسیطه قبره لبه پرسیار که بیجه و چه لیکه لا تکون فتنتون این خواه ما ظاهرن ابه اسمی کانه دیار نگه فتنتن خبر اگه به کوانی سر اگه کانه کانه تامش معنی مثلا نه ناقض نیه مکانی تام کانه فتنت فتنه اگه بو مکانی ناقض نیه تا پیجی و اسمو خبر بیه جریان پرسیارانه پرسیار که زور بسیط کامرا خوی لیه اینگی و بیت کردی و باشی نزانی اجا قرآن ختم کرد وای شنو چی وانو یعنی تو چی ازانی تا قرآن وای بیا وانه بی واقعا قرآن ایشی کنی هر کسی براتو دی قرآن بو اهلی خوی که بلی ورده بنو سامنک نبی دلتی بخید سر رك بخيت بي كده ما حكى اخوي ك زيرو جير دل خود ان شاء الله طب ما قال اهل القران مخاطر عظمت اخوي صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.